أنس رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنظير لعن الله عليهم. قالوا: إن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذين كانوا أعطوه أو بعضه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن رضي الله عنها، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول: كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكهم وقد أعطانيها. قال أو كما قالت رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وتقول كلا والله حتى أعطاها. قال: حسبت أنه قال 10 أمثاله أو كما قال. الله أكبر. أكمل. الذي بعده قال: نعم، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: نزل أهل قريظة. أنت ما قرأت الإسناد هذا؟ قرأته؟ طيب. حدثنا غنم، حدثنا شعبة عن سعد أنه قال: سمعت أبا أمامة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: نزل أهل قريظة عليه رحمة الله على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد رضي الله عنه فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم: قوموا إلى سيدكم، أو قال: خيركم. فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال: تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم. قال صلى الله عليه وسلم: قضيت بحكم الله. الله أكبر. قال: وربما قال بحكم الملك. الله أكبر. هنا في هذا الباب على المرأة في النخلات، وكانوا يعطون النخلات قبل أن يفتح الله عليهم، كانوا يعطون النخلات ووهبوا نخلات للنبي صلى الله عليه وسلم، فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنظير. قال: وإن أهلي أمروني أن آتي المسلم فسأل الذي كانوا أعطوه أو بعضه، لأنه آتى بالنخلات فأخذ يوزع عليه. فجاءت أم أيمن فجعلت ثوب في عنقي وتقول: كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكم وقد أعطانيها. أو كما قالت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لك كذا لك كذا. أعطاها 10 أمثال ما أعطت، أعطاها 10 أمثال ما أعطت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما، كان أجود الناس، كما قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرس جبريل بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان من جوده ومن كرمه أن رجلا سأله فأعطاه واديا بين جبلين ممتلئا بالغنم، فقال رجل: أيها الناس عليكم ب، قال: أيها الناس أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أما الحديث الثاني هو حديث عظيم، هو حديث بني قريظة، وهذا الحديث من أعظم الحديث أثرا، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه في غزوة الخندق لما أصابوا كحله فقال: اللهم إن أبقيت حربا لقريش مع نبيك صلى الله عليه وسلم فأبقيني لها، وإن قد وضعت الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش اللهم أمتني اخبضني ولا تمتني حتى، أو لا تقبضني حتى تقر عيني ببني قريظة، فجعله حكما عليهم. الله جعله، شكر له فجعله حكما عليهم. لذلك قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ. جاء سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. شوف هنا قال: قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم، فيه دلالات. الدلالة الأولى معرفة الفضل أهل الفضل، ولا ينزل الناس منازلهم إلا من يعرف الفضل أهل الفضل، هذه الأولى. ومن لم يعرف الفضل أهل الفضل ليس من أهل الفضل. نادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف أهل الفضل فضلهم. وقول هنا: قوموا إلى سيدكم، وسموه سيدا، وإن كان عمر قال إنما السيد الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر وقال: قوموا إلى سيدكم. ومعاذ سيد الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، حتى أتوا به فقال متأدبا لما سئل متأدبا، قال: أرضى هؤلاء بحكمي؟ قالوا: نعم، نزلنا على حكمك. وقال: هؤلاء؟ فقال: نعم. فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب، قال قوموا إلى سيدكم لمكانته، وأيضا قال إلى خيركم، ثم حكم فيهم فقال له، شوف التوفيق من الله جل في علاه، فحكم فيهم بقضاء الله جل في علاه. واستدل من قال قوموا إلى سيدكم على جواز القيام لمن لم يحب أن يقوم له الناس، لأن قوله سمناها عن القيام إذا أردنا من أراد أن يتمس له الناس قياما فليدع مقعده من النار، فهذا نهي عن القيام إذا كان كذلك، أما إن لم يكن يصح القيام لمن له المكان والمنزلة في هذا الباب، كما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل فاطمة قبل بين عينيها، وكانت تقوم تقبل بين عينيها وتستقبله، وقام طلحة إلى كعب فقبله للتوبة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى جعفر وقال: لا أدري، أفرح بفتح خيبر أب بمجيء جعفر رضي الله عنه وأرضاه. اختم الباب يا أستاذ. قال رحمه الله: حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق رضي الله عنه رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العريقة، نعم، رماه حل
فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده رضي الله عنه من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل صلى الله عليه وسلم، فأتاه النبي عليه السلام وهو يأخذ رأسه من الغبار، فقال عليه السلام: قد وضعت السلاح، والله ما وضعته، أخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين؟ قال: فأشار عليه السلام إلى بني قريظة عليه رحمة الله. قال: فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد رضي الله عنه، قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى النساء والذرية، وأن تقسم أموالهم. قال هشام رحمه الله أخبار أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سعد رضي الله عنه قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها رضي الله عنه. قال: فانفجرت من لبته، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ قال: فإذا سعد يغذو جرحه دما رضي الله عنه، فمات منها رضي الله عنه. وقال: حدثنا الحجاج بن منهال، قال: أخبرنا شعبة، قال: أخبرني عدي أنه سمع البراء رضي الله عنه ورحمة الله عليهم جميعا قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان رضي الله عنه: أهجهم، أو قال: هاجهم وجبريل معك عليه السلام. قال: وزاد إبراهيم بن طهمان عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لحسان بن ثابت رضي الله عنه: أهج المشركين، فإن جبريل معك عليه السلام. سيدي أستأذنكم. تفضل. أقول إخوتي الكرام، في هذا الباب فيها ختام الباب على مسألة قريظة وبني قريظة وما حدث من الخندق وتأليب العرب، والذين ألبوهم هم اليهود، هم الذين ألبوا العرب على النبي صلى الله عليه وسلم لاستئصال الشأفة، فأتوا بجحافلهم وأحاطوا المدينة أحاط الصور بالمعصم وأرادوا الاستئصال، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال: أو سلمان، كنا إذا حصيرنا خندقنا. فأعجبته هذه الفكرة فأمرهم بالحفر، وكان يحفر معهم ويحمل معهم، وكان يربط على بطنه الحجرين والحجر، وضرب كدية عظيمة عرضت لهم ما استطاع أن أفعل معها شيئا، ضربها فشعت نورا، فقال: الله أكبر، أعطيت كنزين الأحمر والأبيض، ووعدهم الله خيرا. وهذا الذي قاله تعالى، أنهم قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. ثم كانت المناوشات، ما كان القتال، حتى رموا سعد بن معاذ رضي الله عنه في أكحله، وصار جرحه يصعب دما، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله خيمة في المسجد حتى يستطيع أن يمر عليه ويعوده، حتى جاء دم يسيل كثير عليه، وحتى بكى أبو بكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف في وجهه الحزن على سعد. وسعد كان قد دعا ربه وكان مستجاب الدعوة، فدعا ربه ألا يقبضه حتى يقر عليه ببني قريظة، وقد كانوا حكموا فيه، فحكم بقتل المقاتلة وأيضا سبي الذراري وأخذ الأموال. وهذا قال مسلم: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات. وأما قول مسلم الحسان: هجوهم وجبريل معك، في رواية قال: هجوهم وروح القدس معك، وكان حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بأن ألسنتهم عليهم كالسيوف، بل أشد من السيوف عليهم. وهنا أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا قريظة الحسان بن ثابت، أهجم المشركين، فإن جبريل معك. وهذا يعني قال استشهد به أبو هريرة عندما قام عمر بن الخطاب ينظر إليه شذرا، قال: ماذا تقول، أتنكر علي؟ والله إني كنت أنشد الشعر وفيه من هو أفضل منك وخير منك، أنشدكم الله أحدا سمع أن السلام قال: هجوم وروح القدس معك. قال أبو هريرة: أنا سمعته. ولذلك عائشة لم تقبل الكلام عليه، وقالت: أليس هذا الذي قال: عرضي وعرض أبائي لعرض نبينا منكم وقاء، مع وقع فيه من الخطأ. حصل من المسلمين فبنوا قريظة قالوا: بعث لنا أبا لبابة يعني نستشيره. فقال: ترى أن ننزل على محمد؟ قال: نعم. وأشار بيده إلى الحلق إن الذبح إنه الذبح. ثم تاب الله عليه، يعني هو كده بيّن لهم ما يدمره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. يفشو سر النبي صلى الله عليه وسلم يكون عينا لأهل الكفر، فلذلك تاب إلى الله جل وعلا توبة، حتى كان الحكم فيهم عندما جاء سعد معاذ رضي الله عنه وارضاه، وحكم أن كل من أنبت قتل، وخمسة غنائمهم هو أول فيه وقعت فيه السهمان. وصفى لنفسه ريحانة بنت عمرو، وأنزل الله في أمر الخندق وبني قريظة: يا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم جنودا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما نزل سعد عند الله خير من هذه من الدنيا وما فيها.
مات يوم قريظة مستشهدا خالد بن سويد الحرثي المطروح عليه الروحة، وزاد بن عائذ، ومنذر بن محمد بن أحمد، ومات أبو سنان بن محسن الأسدي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة فدفن في مقبرته. الفوائد المستنبطة: من صدق الله صدقه الله، كان سعد معز مستجاب الدعوة، همة أهل الخير، قال وضعت سلاحك، لا أعطني، شجاعة المؤمنين، نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم على اليهود، واليهود قوم بهت، قوم فيهم الغدر، الله يحفظنا منهم، الله يحفظنا منهم، قوم الغدر هو الأصل عنده. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.